السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم أخوكم عيد من قناة ربحك عندنا. لو أول مرة تشوفنا يا ريت تدعمنا بالاشتراك في القناة وتفعل زر الجرس ليصلك كل جديد. موقع الأوتوماتيك اللي هو بيشتغل أوتوماتيك، ضغط على الإعلانات أوتوماتيك، وقفوا الشغل عليه. الموقع ده نصاب، اللي هو بتفتحه كده بيجيب معاك الشغل أوتوماتيك. الموقع ده انا وصلته 503 روبل، كنت بسيب الجهاز شغال للصبح عشان اتاكد ان الموقع صادق ولا لا، عشان محدش يشتغل عليه اكتر من اللازم. هنحط هنا القيمة ونحدد بنك البائر، وهنيجي هنا نحط رقم المحفظة، ونعمل طلب سحب. زي ما انتوا شايفين الموقع عايزني احول له فلوس رسوم، وبكده الموقع ده كده يبقى مش هيدفع، وموقع شكله نصاب. انا استغربت ان يعني السرعة بتاعته ديت وهنكسب منه بالسهولة دي، فعشان كده ان انا قررت ان انا افضل مشغل الجهاز ما يفصلش عشان اوصل بسرعة، وعشان أأكد لكم إذا كان الموقع صادق أو نصاب. وبكده أكون انتهيت من الشرح، والسلام عليكم ورحمة الله، في فيديو آخر إن شاء الله.